في ملف الاقتصاد والصناعة تحديدا، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. امبارح كان في احتفالية لإطلاق المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من الفئات الأكثر احتياجا، ودي بتنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. قاموا بتسليم شيك بقيمة المصروفات الدراسية ل 200 طالب من طلاب الفرقة الأولى في الجامعات دي، اللي طبقت طبعا عليهم شروط المنحة بإجمالي 2 مليون جنيه مصري، وده بالشراكة مع شركة اي فاينانس للمعاملات المالية والرقمية. وطبعا في كلام كتير بقى عن أهمية التدريب والبحث والتطوير في شركة ابدأ، واللي بتعتبر الذراع التنفيذي للمبادرة، واحنا شغالين احنا نوفر كوادر تكون قادرة انها تشتغل بكفاءة مع الصناعة المصرية، بتوفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقا للمقاييس الدولية. ده بالنسبة للعمالة. بالنسبة للطلبة، طلبة التعليم الفني، زي عارفين طبعا ان في استراتيجية لتطوير التعليم الفني، فيبقى في اقبال اكتر، والحمد لله اتحققت الطفره دي، انه بقى نظره المجتمع للتعليم الفني اتغيرت، ان هم ليهم المستقبل. التكالب دلوقتي، وبقى في يعني لو جاز التعبير صراع على دخول الجامعات التكنولوجيه والجامعات اللي هي فيها الجانب الفني ده، علشان يبقى شايف انه في مستقبل في سوق العمل، ان المصانع كمان تدخل في التدريب فيبقوا دول ولادهم، فتبقى يعني منظومه متكامله لتطوير الصناعه والكوادر البشريه فيها.